يعني عندك غيابات، عندك إصابات، عندك اللي عندك، بس تاني هنرجع نقول الأهلي بمن حضر، فنلة النادي الأهلي تقيلة قوي. عندك ثلاثية ولا أروع في لقاء القمة، 125 في الدوري. الأهلي هنا بنتكلم بفارق 8 نقاط عن الزمالك في الدوري، في مباراة فعلا هنرجع أقول تاني لهذا المصطلح ولا أروع، على رأي كابتن مدحت شلبي. يعني شفنا أداء وشفت نتيجة وشفت روح حلوة وشفت جماهير بتساند وشفت كيمستري، ولا يعني ما فيش تاني زيها بصراحة، ما فيش تاني زيها. ومهما كنت في الشاشة قاعد بتتفرج على الهتافات وعلى التشجيع، غير لما تبقى قاعد في الاستاد، بصراحة الموضوع مختلف تماما. الهتافات سامعها كأنك قاعد يعني من الثالثة شمال قاعد سامع الهتافات عندك في المقصورة وهكذا حاجة، وتتمنى على فكرة انك تبقى هناك معاهم حاجة ولا أروع. تاني هستخدم هذا المصطلح بجد، مبروك علينا وصباح النصر مرة كمان. هنتكلم في كل التفاصيل، عندنا استعدادات بقى لمباراة يعني الأهلي والبنك الأهلي في الدوري، وعندنا طبعا استعدادات كمان الأهلي لكأس العالم للأندية، وانت داخل بثقة وروح مرتفعة جدا وأداء يعني أعتقد يطمنك للي جاي بإذن الله. خلينا نرحب بالأستاذ أيمن جيلبرتو الناقد الرياضي اللي هنتناقش معاك بقى في كل حاجة، بس طبعا بداية ألف مبروك علينا. صباح الخير عليكم، مبروك علينا كلنا وعلى جماهير النادي الأهلي ولعبته جهازه الفني والاداري والمجلس الاداره. الفكره زي ما انت قلتي كده وزي ما انت قلته في الانترو، عموما هي مش بس عشان المكسب. الاهلي الحمد لله كسب مباريات كتير، كسب الزمالك كتير، لكن التوقيت بتاع المكسب مهم جدا، النتيجه نفسها مهمه جدا، كل حاجه صح اتعملت. على ذكر كابتن مدحت شلبي اللي اكيد بنوجه له تحيه من خلال برنامجنا 10 الصبح في الاهلي امبارح، قال ايه؟ قال لك يا ليلى رد على المستبد. وهي كانت ليلى رد بما لا يدع اي مجال للشك طبعا. لا لا شفت ماتش امبارح ازاي يا كابتن ايمن؟ لا امبارح الماتش الصراحه يعني ماتش تكتيكي مهم جدا. كولر يعني فعلا ادار المباراه بذكاء. يمكن الشوط الاول طبعا كلنا اي حد كان بيتفرج على الماتش كان يحس انه ماتش مش حلو، لا مش حلو خالص، يعني مقفول جدا، او يعني كل واحد واقف مستني تاني يغلط، يعني ما حدش بياخد المبادره. بس كان الاهلي لما يعني ليه فرصتين، الواحده اللي هي بتاعت قفشه والثانيه كان في كهرباء ودي كان اوفسايد، وكان في فرصه اللي هي بتاعت اللي عدت من حمدي فتحي في اخر الشوط وخبطت في القائم ورجعت لكهرباء. كوره غريبه قوي جدا، وهي كمان مش اوفسايد، يعني يمكن هي سوء حظ، يعني حمدي فتحي لو كان بس مد رجله شويه كان استلمها وبقى انفراد. هي كانت ضعيفه شويه برضو، يعني هو ساعات كده اللعيبه ممكن في لحظه يتخض، يعني يلاقي الكوره مثلا فيتخض، هو مش مصدق ان هي جت. فالنادي الاهلي عمل الثلاث فرص دول، وكان نادي الزمالك الكوره زي ما قلت كده هي كان ليه كوره واحده الشوط الاول هي محمد الشناوي طلعها ببراعه، وهي ما نقدرش نقول هجمه لان هي تصويبه من بعيد، يعني دونجا استخدم مهاره من المهارات اللي عنده طبعًا. محمد الشناوي تعامل معاها بذكاء طبعًا. اهم حاجه النادي الاهلي عملها امبارح فكره الكره العرضيه بتاعت نادي الزمالك، دي من الحاجات اللي هم مميزين فيها جدا، حتى مع نتائج نادي الزمالك السلبيه هتلاقي الاهداف اللي بيحرزوها دايما هي من كور الثابته او الركلات الركنيه. زيزو بيلعبها لعبد المجيد مدافعهم، حتى في ماتش بيراميدز عملوها ثلاث مرات على الكاس لحد ما جت جون. فامبارح النادي الاهلي دفاع النادي الاهلي تعامل بذكاء جدا مع كل الكرات الثابته نادي الزمالك، سواء خط الدفاع او حتى محمد الشناوي في الكرات اللي طلع فيها، فتقريبا ما كانش فيه خطوره خالص لنادي الزمالك. هم كانوا ودي الطريقه اللي هم بيحاولوا دايما يلعبوا بيها النادي، او فريرا بيلعب بيها النادي الاهلي في اخر مباريات، ان هو بيحاول يبقى هو رد فعل، لكن النادي الاهلي بذكائه هو بيسلمه الكوره. يعني امبارح احنا سلمنا الزمالك الكوره كتير، وقفلت زيزو تقريبا ما كانش ظاهر، امام عاشور الوحيد يمكن اللي في الزمالك كان بيتحرك، ولكن برضو بيجي في حته معينه. دفاع الاهلي واقف مظبوط، واول ما كنا بناخد الكوره تحس ان احنا عايزين نعمل الكوره اللي هي ايه ورا الدفاع بتاع نادي الزمالك، لان هو عنده مشاكل كتيره جدا في المنطقه دي، لكن ما كانش فيه توفيق في الكام كوره اللي عندنا. الشوط الثاني النادي الاهلي استمر، بس كان في ضغط اكبر مع ذكاء كولر. النهارده انت في الكوره بيبقى عندك حاجه لطيفه جدا لو المنافس ساعدك، يعني المنافس ساعدك لما يساعدك ده يا سلام، وتبقى شاطر كمان ان انت تستغل. فيرير عمل تغييره اللي فيها اتنين، انا ما فهمتش المثلوثي ليه، يعني كويس، يعني احنا هو كويس لينا بس احنا اتخضينا من التغييره، بس احنا استغربنا قلنا يعني. كويس يعني الحمد لله، لان بعديها فعلا كهربا جاب جون. وميزه الجون بتاع كهربا لما يجي يتعرض على الشاشه هنا ان الكره نفسها كره ملعوبه، يعني دي هنا الكره بتاعه الشناوي، يعني كره صعبه جدا في توقيت مهم ان انت تتصدى الكره زي دي. لا بتدي ثقه لفريقك، لان برده هي يعني في الاخر هي فرصه الوحيده تقريبا للزمالك. لو هنتكلم على المباراه انا ما اعتقدش الزمالك كان ليه فرصه ثانيه خطره
اكبر من فاهم. جون كهربا الجميل فيه ايه؟ حسين الشحات وبيعمل الكره الطلائع، حمدي فتحي، دور حمدي فتحي سلام بالسيد ده مهم جدا. وانتوا كنتوا بتتكلموا كمان في الانترو، عمل ماتش هايل امبارح بالظبط. يعني يمكن ديانج اللي خد رجل المباراه لمجهوده كبير، لكن حمدي يعني طريقه توظيف لعيب رقم 8 بالشكل ده مع كولر هي من بدايه الموسم موجوده. حمدي فتحي او عمرو السوليه اللعيبه دايما هتلاقوهم موجودين جوه ال 18 بيعملوا التكمله. ليه؟ عشان النهارده لما الناس تعمل اللي هي الديفنس بتاعهم يبقى هو بيحاول يقفل عليك الخط الامامي، فانت النهارده بتزود لعيب اللي هو بيبقى جاي من ورا لقدام كده زي ما بنقول في لحظه هو بيبقى مش ممسوك. يعني هنا في الكره دي وحمدي استلم ولعب الكره شايف كهربا الضغط اكتر كان على قفشه، فده برده ذكاء من كولر بصراحه. بالظبط، هو النهارده اتحرك لقدام استلم الكره ولعبها بذكاء جدا لكهربا اللي كان واقف متمركز بشكل سليم وحط الكره في الجون. حمدي فتحي كمان في الجون الثاني بتاع محمد شريف هي طبعا خبطه فيه، يعني مش هنقدر نقول ان حمدي فتحي بصاب، بس هو تمركزه وان هو بيعافر على الكوره مع مدافع نادي الزمالك خلاه يغلط وراحت الكره لمحمد شريف اللي حطها جون. فالنهارده انت بتتكلم عن توظيف لعيب اللي هو مركز 8، وخصوصا ان حمدي فتحي كمان كان مصاب اصابه قويه في المباراه اللي قبليها وكان في شكوك ان هو يقدر يلعب، لكن يعني تحامل على نفسه مع الجهاز الطبي. صحيح. عملوا جلسات وزي ما شفنا في الصور من اول لحظه كمان بالظبط. وعمرو سليم مصاب ومروان شويه اللي نزلهم عمل فيهم اداء مميز جدا، لكن في الاخر هو لسه يعني لسه جديد مع الفريق. فحمدي فتحي ما شاء الله عليه. الدور بقى عايزين يعني نتكلم برضو على الدور بتاع علي معلول. علي معلول يعني مش قائد بس قائد برضو، خلي بالك يعني انتوا قلتوا في الانترو حاجه مهمه انه فعلا قائد. طبعا علي معلول فعلا امبارح اللقطه اللي وقع فيها محمد كهربا وهو اللي لم الفريق كله وقعد يديهم توجيهات يعني ويجيب الثاني والثالث. لا لعيب خبره، لعيب مع الفريق بالظبط. الصوره دي اللقطه اللي انت بتقول عليها بالظبط دي هنا بتبين لك حاجه انتوا قلتوها في الانترو، فكره ان كان في مش الموضوع مش بس اداء، في روح، في اللعيبه خايفه على بعض مع بعض، تحس ان في يعني رجعوا الجو، محدش عايز ينفرد، محدش عايز ياخد اللقطه دي. كنا بنشوفها بصراحه كانت غايبه تماما، وهو ده كان عامل من العوامل اللي فعلا كسبتنا امبارح بالاداء الجميل. يعني الكره فيها كل لازم الحق يقال يا جماعه. بالظبط، اللعيبه لما بتحس يعني في بعض الاوقات كان مفيش توفيق. اتكلمنا فاكر ماتش سموحه، كنا اتكلمنا بعد ماتش سموحه. فالنهارده لما بنقول على بعض الاخطاء لما اللعيبه كمان تحس بيها يبقى جميل جدا ان هم بيصلحوا من نفسهم وبيرجعوا. شفنا بعد كده الامور دي تغيرت في ماتش بيراميدز لما جينا هنا برضو حللنا ماتش بيراميدز، النهارده في ماتش الزمالك. فلا يعني امبارح كنت بقول في الانترو بتاع حلقه النهارده ان انا للحظه امبارح علي معلول اداني احساس ان هو بيلعب مع منتخب تونس في كاس عالم مثلا. لا يعني كميه يعني مش خلي بالك اي لعيب يعني طبيعي لازم يبقى عنده انتماء للنادي اللي بيلعب معاه، بس امبارح كان بيلعب بنزعه وطنيه يعني فاهم قصدي، عدى بقى مرحله انتماء لنادي انت بتلعب فيه. لا علي معلول هو فعلا واحد يعني انت تحس ان هو واحد مننا بالظبط، يعني هو مش بالزبط. مجرد محترف وديانج، حتى ديانج كمان من اللعيبه يعني في لعيبه بتقعد معاك سنين انت نفسك حتى هم اجزاء جيلبرتو تعامل معاهم كمصريين انيس بوجلبان واحد لعب معاك تونس لعب معاك كام سنه لحد النهارده انيس بوجلبان بدر بنون لما كان معانا بدر يعني بنون برضو يعني كله بصراحه. بس اقصد ان يعني علي معلول فعلا يعني انت احنا ناس كتير من جمهور النادي الاهلي مستنيه لحظه ان هو اعتقد يستحق ان هو يكون اول لاعب اجنبي يرتدي شارة قياده النادي الاهلي في مباراه رسميه. نتمنى يعني طبعا احنا عارفين الترتيب في النادي الاهلي واحترام الترتيب والادبيه في النادي الاهلي، لكن وارد ان هو في اي ماتش او حتى يجي في يوم من الايام لعيبه النادي الاهلي هتبقى بتكرمه بيها، ان هو فعلا يستحق يكون اول لاعب اجنبي في تاريخ النادي الاهلي يلبس الشاره. ممكن نتكلم كمان على خالد عبد الفتاح ده المفاجاه بتاعتنا كلنا. طبعا. يمكن كنا بنتكلم ان المفاجاه مش ان هو يظهر، يعني طبعا هو يظهر بشكل كويس، هو صفقه يعني في الاخر جاي النادي ده طبيعي بشكل كويس. لكن طبعا. الفكره كلها ان اول مباراه لي نادي الزمالك كاساسي بيلعب في مركز تقريبا مش مركزه، لان كلنا توقعنا ان اللي هيلعب في المركز ده محمد هاني، لان محمد هاني لعب كتير مع النادي الاهلي مساك ولعب كتير جنب رامي ربيعه، فالطبيعي اي حد فينا لما تقول له هيروح عندنا هيروح لمحمد هاني طبعا. لكن كولر النهارده برضو دي حته فيها ذكاء وازاي التعامل النفسي والفني والتفكير في المباراه، هو ما حبش يخسر مركزين زي ما قلنا كده، ان خالد عبد الفتاح ممكن تكون اول مباراه ليه، وارد لسه برضو كباك يمين مش ما لسه ما خدش على الشحات لسه طريقه الكروسز بتاعته مثلا، ولو كان اخفق كان هيبقى عذره معاه، فهو حطه في مركز صعب لكن هتلعب هنا مساك. بس السؤال بقى ايمن، لان ده برضو تردد،
وكنا بنسمعها امبارح يعني واحنا قاعدين، ناس كانت شويه قالت لك طب انت بتلعبه، واحنا طبعا طالما اسمه موجود وادرك في قائمه النادي الاهلي فهو اكيد على قدر المسؤوليه، لكن الناس كانت مقلقه شويه وعندها تخوف ان هو اول مره يشارك في القمه او ماتش القمه. فده انت بتشوفه ذكاء من كولر، ولا كمان مع ذكاء كولر هو جاي من يعني شطاره عبد الفتاح في حد ذاته، لان خلي بالك برده مش اي لاعب يقدر ينزل واول مباراه ويحقق اداء كويس ويبقى في كيمستري ما بينه وبين لعيبه كويس، ده اكيد في كان تدريبات وماتشات وديه وحاجات زي كده كانت هي دي اللي بتوصلك في النهايه ان انت عندك لاعب جاهز خلاص حتى لو اول مباراه. صح، يعني ممكن نعملها ميكس من الاثنين، هو كولر شاف ان الراجل ده هو على قدر مسؤوليه، اكيد شافه التدريبات، اتفرج عليه في ماتش سموحه اللي النادي الاهلي تعادل فيه مع سموحه 0-0، هو حس ان هو كلاعب يقدر يعني النهارده. وللامانه هو يعني خلع فتح امبارح، احنا بنتكلم على الكور اللي فقدها، وما فقدش تقريبا غير كورتين نقول اللي هي البول لوست، اثنين منهم واحده بس اللي كانت تحت ضغط، فده رقم جيد في مباراه قمه للاعب اول مره بيشارك في مركز مش مركز معتاد عليه. الكره الثانيه عنده كانت مميزه جدا، البول ريكفر ان هو بيقطع الكره العكسيه، البلوك عنده، يعني عمل امبارح كل حاجه كويسه في هذا المركز. هو كولر ليه فكر يعني، ثاني احنا بنقول انا بشوف الراجل ده ذكي جدا، مش بيلعب عشوائي ابدا، التبديلات بتاعته حتى لو احنا مش فاهمينها، حتى لو متاخره، حتى لو قول اللي انت عايزه، الراجل ده عارف يعمل ايه كويس قوي، بيحط كل لاعب فين، فدي تحسب لكولر بصراحه. يعني امبارح كولر تفوق على فيريرا، خلينا نقولها بهذا الشكل، مدير فني لمدير فني في تفوق وملحوظ بشكل كبير. طبعا هي في الكوره كده، دايما في الكوره يقول لك ايه، انت بتحضر المباراه ولازم تلعب على كمان خطا، يعني في الكوره لازم هنلعب على الخطا بتاع المنافس، ما فيش حد ايه يعني، هو برده فالنهارده هو درس المباراه بشكل كويس للمره الثانيه، بيلعب جيم كويس جدا امام نادي الزمالك، في نفس الوقت واستغل النهارده ان المدرب الفريق المنافس اخطا في تقديراته، فالنهارده هو لعب على الحته دي بشكل كويس. محمد هاني محتاج من اللعيبه اللي محتاجه تاخد برده حقها، لانه تم انتقاده كتير جدا من منذ اصابه اكرم توفيق، ومحمد هاني عامل اداء مميز صحيح، وداخلين على كاس عالم انديه، ودايما حتى جمهور الاهلي ليه كده حاجه يقول لك محمد هاني في كاس العالم الانديه بحاجه مختلفه، يعني بنتمنى ان على طول محمد هاني. فهو الفتره الاخيره مدينا الاحساس ده، فكويس ان كل اللعيبه اغلب اللعيبه كانت في حالتها الطبيعيه، دي حاجه كويسه، مع بقى الاستشفاء الفتره اللي جايه لان الضغط كبير. انا انا عندي احساس وعندي شبه يقين ان علي معلول وهو بيلعب امبارح ما مش فت 100%، تعبان يعني، بس لانه زي ما انت قلت كده راجل وعنده خبره وبيعرف ازاي يوزع مجهوده. حمدي فتحي اكيد تحمل على نفسه عشان خاطر يلعب المباراه دي، عشان النقص العدد الكبير اللي موجود، احنا يعني برضو بهدوء خالص، المنافس لما بيفقد 2-3 لعيبه بيتكلموا عن غيابات، احنا النهارده النادي الاهلي امبارح عنده بنتكلم في تقريبا في 9 لعيبه مش موجودين، وممكن يبقوا اكتر كمان، يعني تقريبا يبقوا اكتر كمان، وبنتكلم في خط الدفاع بس كله كان بيلعب امبارح كله كويس اداء رجولي، فده اللي بنتمناه على طول. امبارح كان في لقطات كتيره الحقيقه تستحق ان احنا نقف قدامها كده ونحاول نتاملها ونشوف المعاني اللي هي بتحملها بين طياتها، الروح الحلوه، نكران الذات، ايثار الغير. امبارح كان في اكتر من لقطه الكهرباء، يعني مبدئيا كده اللقطه اللي كان وهو خارج بيبدل فيها مع محمد شريف وهو بيقولها له بيقين يعني منقطع النظير، هتجيب جول هتجيب جول. وبعدين لما جاب الجول فعلا، جول رقم 50 ليه، وكان بيحتفل بالتيشيرت اللي مكتوب عليها 50 جول محمد شريف، يعني كان كهربا رايح معاه، بس تحس ان في كسر من الثانيه ادرك ان ده فعلا الهدف رقم 50، فرحه عارمه يمكن اكتر بكتير من فرحه محمد شريف نفسه بالجول. دي الروح اللي احنا متعودين عليها في النادي الاهلي، اجيال النادي الاهلي كلها هم دايما طول ما فرقه النادي الاهلي ايد واحده، طول ما هم بيقعدوا مع بعض بيتكلموا مع بعض بيحمسوا بعض. زي ما لقطه علي معلول دي اهميتها في ايه؟ مش اهميتها ان اللعيب بيجمعهم، لا هو مدرك ان انت دلوقتي كسبان 1-0 في طاقه، تعالوا احنا ما ينفعش مثلا نفقد تركيزنا، ناخد بالنا ان نادي الزمالك مثلا اكيد بعد الجون ده هيبتدي يضغط عشان يتعادل. ليه؟ لان معلول اتحط في مواقف كتير النادي الاهلي مثلا كان بيتقدم فيها امام نادي الزمالك والزمالك مثلا بيرجع يتعادل، فهو بيفوق اللعيبه، فدي مهمه جدا. محمد الشناوي امبارح هو بيتكلم عن انه ازاي الايام اللي فاتت دي كلها اللعيبه بتتجمع وبيتكلموا في ظل برضو تصريحات كتير بتتكلم على لعيبه الاهلي، واصل بيعملوا واصل مش عارف السحر وايه، فالكلام ده ما إيه ده؟
يعني بنتعرفيش القصه دي ولا ايه؟ لا والله. وكهرباء النهارده على فكره كهرباء امبارح، يعني نشوف كهرباء امبارح ونفتكر كهرباء في اول مره لما لعب مع الاهلي السوبر، كان نزل بديل وقت ما كان فايلر كان سوبر في الامارات. كان وقتها نازل لعيبه الزمالك قدرت تستفز كهرباء وتخرجوا شويه عن شعوره في الوقت. من كهرباء امبارح وبيبتدي اساسي وطبيعي محترف جدا الجمهور المنافس كهرباء بقى في ليفل تاني. خلينا نقول والله كهرباء انت في ليفل تاني، يعني هو طبعا صديقنا يعني ده. ونعرفه طبعا على المستوى الشخصي، وبنقول لك مش مجامله انت بقيت في ليفل تاني. يمكن الغياب الفتره دي مش هنخش لاسبابها، بس عدم وجوده على الساحات الملاعب في الفتره دي بجد رجعت لنا كهرباء بشكل تاني. كهرباء المحترف بجد، الاداء والفكر والاصرار والتركيز والمسؤوليه وكأنه ما كانش غايب اصلا. محدش حاسس. ودي مش اي حد، ممكن لعيبه عالميه ما تعرفش تعمل ده على فكره. يعني دي من الحاجات الكويسه في كهربا اللي هو يستغلها يبني عليها للفتره الجايه. لعب امبارح ما استفزش خالص، كان بيلعب بكل هدوء. شفنا ليه لقطه مع امام عاشور، شفنا ليه لقطه مع فريره بيحتفل بالهدف بتاعه بشكل جميل. فالنهارده دي كلها من الحاجات اللي هي تقول لك ان لعيبه النادي الاهلي مركزه ومع بعض. في ضوء بقى اللي انت شفته الفترة الأخيرة بشكل عام وماتش امبارح بصفة خاصة، إلى أي درجة أنت مطمئن على مشاركة النادي الأهلي في النسخة دي من كأس العالم للأندية؟ لا نقدر نقول يعني من 70-80% كمان يعني. طبعا كجاهزية، لا يعني يمكن حتى كولر امبارح في المؤتمر لما البعض سألوا على الصفقات والمهاجم وكده قال لا يعني لسه معانا وقت، بس أعتقد الوقت خلاص يعني القايمة اللي موجودة دلوقتي هي أغلب الظن هي اللي موجودة في كأس العالم للأندية. لا الفرقة كويسة واقفة على رجليها، هي أهم حاجة بس احنا الضغط عندنا ضغط الماتشات كبير. يعني في أوروبا مع احترامي للناس اللي بتقول أصل في أوروبا بيلعبوا كل ثلاث أيام وكل يومين الوضع مختلف والأجواء مختلفة وطريقة لعبهم لكل ثلاث أيام ماتش مش زي عندنا. يعني ما بيبتدوش حياتهم الموسم ما بيبتديش عندهم إنهم بيلعبوا كل ثلاث أيام ماتش، ده بيلعبوا شهر لمدة شهر تقريبا ماتش كل أسبوع لحد ما يوصلوا للضغط. بعد كأس العالم حتى لما رجعوا ما رجعوش على ضغط على طول، خدوهم بالتدريج. وفي دوريات دلوقتي عندها اجازات كانت، فاحنا عندنا بنبتدي ثلاث ايام كل ثلاث ايام ماتش. كابتن سعد حفيظ امبارح يعني وهو مع مراسل القناه الناقله للماتش وهو بيكلمه على اللعيبه ودينا لعيبه تقول تصريحاته بتاع، فقال له انا احنا كسبنا والدنيا لطيفه بس انا عندي المشوار. انا عندي بعد بكره، احنا النهارده بنتكلم عن بعد بكره عندنا ماتش. كلام على فكره برضو موزون طبعا جدا وكلام صح. يعني احنا طبعا لازم نفرح بشكل مبالغ فيه شويه، ده ماتش او مباراه قمه زي ما بتقال، بس انت لسه بدري جدا، انت طبعًا. لسه بدري جدا يعني مباراه البنك الاهلي مهمه جدا ما هو ده بقى اللي احنا يعني. بس مباراه البنك الاهلي هتبقى اخر مباراه بقى قبل كاس العالم للانديه، فبرضو هتعتبر مباراه مهمه للغايه لان هي هتدخلك برضه بثقه عاليه وبروح معنويه مرتفعه. والبنك الاهلي ما هوش برضه فريق يعني قليل ابدا طبعا. البنك الاهلي كمان نتائجنا معاه مش لطيفه يعني مش عايزين نقول كده بس هو بيبقى في فرق ليها قرف معينه كده برضه يعني مالهاش علاقه بقوه المنافسه. لا هي قرفه فريق مع النادي الاهلي بالظبط كده. بس انت عندك برضه صفقات جديده وحاجات زي كده، فهي دي فرصه. ماتش البنك الاهلي فرصه ان في لعيبه ممكن تريح، لعيبه ثانيه تاخد قبل كاس العالم للانديه بحيث نروح كاس العالم للانديه ومعانا الفرق معانا. اللي عايز بقى يحط في الجدول الماتشات زي ما هو عايز واحنا براحتنا. في رايك ممكن يبقى في فرصه لوجود مفاجاه فيما تبقى من الدوري؟ يعني احنا دلوقتي بعدنا بالفارق عن اقرب منافسينا. هو احنا دايما بنحسب خلي بالك مع الزمالك يعني، بس حاليا الواقع ان احنا فيوتشر، احنا فيوتشر اربع نقط فيوتشر بيراميدز الزمالك بس لان طبعا ده الطبيعي. في فرصه لاي مفاجات غير متوقعه ممكن تحصل الفتره اللي جايه؟ نتمنى واحنا في كاس العالم للانديه. اعتقد لسه في مباراه للزمالك مع فيوتشر دي المفروض ان هي مباراه قمه لان فيوتشر في المركز الثاني بينافس. نادي الزمالك هيبقى عايز يعوض الفرق، فدي نتمنى ان نتيجتها واحنا في كاس العالم للانديه تبقى ان الزمالك يعطل فيوتشر يعني او الاثنين يعطلوا بعض الاثنين يعطلوا بعض يعني. في برضه الزمالك اعتقد هيلعب فاركو برضه مباراه وارد يعني. في الزمالك هيلعب في كذا مباراه نتمنى واحنا في كاس العالم للانديه النتائج كلها تبقى مريحه لان انا عارف احنا نرجع من كاس العالم للانديه في دوامة تانية طبعًا. دوري أبطال أفريقيا هيبتدي مع ماتشات الدوري طبعًا. هيتحط لك كاس نهائي كاس، عندك نهائي كاس مع بيراميدز لسه مش عارف هتلعبه امتى غير يعني. ففي معجنه كده زي ما بنقول كده معجنه كرويه. بص انت عندك محليا وعالميا وقريا انت داخل على مسؤوليات كبيره، وسوفر لو انا قلت لك
تعالى كده ندي مثلا من 10 استعداداتنا محليا كم من 10 سو فار؟ انا بتكلم لحد الان بنتكلم 7 من 10. طيب 8 من 10. قاريا ممكن نقول ان هي من 6 ل 7 من 10، لان برضو عندنا بعض النواقص شويه. انا بتفق معاك. يعني بس يعني لو خلصت يعني ممكن في العشر ايام دي ان شاء الله نخلص الكام حاجه اللي ناقصانا. يمكن مروان عطيه من الصفقات المميزه جدا، ما كنا محتاجين لاعب في هذا المركز والاداره وفرته. خالد عبد الفتاح بعد طبعا اصابه الثنائي كريم فؤاد واكرم توفيق، فوجوده مهم جدا. طبعا كريستو لعيب من يعني مواهب الصاعده في افريقيا، لعيب مميز له حلو او اداء يبقى كويس في الفتره كمان اللي جايه. كام دقيقه اللي ظهر فيها يعني بتقول ان هو لعيب مختلف ولعيب مميز وعنده حلول، بس هو برضه لعيب صغير ومع الوقت يعني هياخد مع الوقت. فهي طبعا الناس كلها وكلنا بنتكلم ان الصفقه المهاجم الاجنبي اللي بنتكلم فيه كلها، فاحنا مستنيين طبعا ان شاء الله مجلس الاداره ولجنه التعاقدات تخلص القصه دي ونبقى داخلين افريقيا بشكل مختلف، لان بطوله مهمه دوري ابطال افريقيا طبعا. طبعا التركيز اكثر يعني بالنسبه لجمهور النادي الاهلي مع الدوري، لان الدوري النادي الاهلي مش يعني بيبقى في ازمه شويه عند الجمهور لما بيفقد الدوري اكتر من مره بشكل متتالي، فالتركيز مع ده. لكن دوري ابطال افريقيا ستيل مهمه، لان كاس العالم ادينا زي ما احنا شفنا اهو، احنا كنا نايمين لا او كنا نايمين صحينا لقينا نفسنا بنلعب كاس عالم انديه لمجرد ان احنا اتاهلنا فاينل. يعني يعني ده قدر يعني ربنا عوضنا. بالمناسبه شايف فرصنا واصله لفين في كاس العالم الانديه، واحنا هنا بقى بنتكلم على ليفل تاني مستوى تاني، بتلعب مدارس كرويه مختلفه، بتلعب كواليتي لعيبه مختلفه، فاحنا مطمنين للي حاصل حتى هذه اللحظه محليا. طب قاريا بقى وكاس عالم الانديه شايف ايه؟ انا اتمنى ان زي ما قلنا كان هي المفاجاه الحلوه اللي حصلت لنا في اواخر 2022 دي بتاع كاس العالم الانديه، لان فعلا كل الدماغ ان البطوله كانت بنسبه كبيره ممكن ما تلعبش، بس الفيفا بيحب كاس العالم الانديه لان هي بطوله بالنسبه له كده زي ما نقول ايه ده يعني بطوله بتبيض له ذهب، فهم دايما حريصين ان هم ينظموها. وكان في كلام اقرب للامارات، فلو كانت في الامارات ما كناش هنشارك، لكن لما تلعب في المغرب دي كانت حاجه جميله جدا وفرصه لينا. في كاس العالم الانديه لا، احنا الطريق بتاعنا كويس يعني، وحتى لو ان شاء الله انت يوم هتلعب ريال مدريد في السيمي فاينل دي برضه حاجه كويسه، مش ما يعني مش لازم فلامينجو ممكن يبقى، بس طبعا نوصل يعني للسيمي فاينل. بس لو لعبت ريال مدريد في السيمي فاينل ده هيبقى احتفاليه كبرى، لان انت النهارده تلعب ريال مدريد في مباراه رسميه وهتبتدي بقى تستعيد ذكريات مباراه القرن بتاعه 2001، والعلاقات اصلا اللي بين النادي الاهلي ونادي ريال مدريد علاقات مميزه جدا في كل الاصعده. فلا مباراه احنا كلنا دايما المقررات عالميا بتكون ما بينهم هم الاثنين عدد الجوائز. يعني ريال مدريد هو النادي الاكثر تتويجا او الاكثر نجاحا في العالم، للنادي الاهلي كان واخد التايتل ده من اول 2015 لحد ما ريال مدريد رجع عدى تاني بالبطولات الاوروبيه اللي بياخدها. فلا هي مباراه هتبقى حلوه جماهيريه وتسويقيه صحيح. وفنيه طبعا. وكل حاجه. ففرصه ان طبعا اوكلاند سيتي من الفرق اللي هي على طول مشاركه في كاس العالم للانديه، بس مش الفرق السوبر يعني. ففرصه ان احنا نقدر يعني نتجاوز ان شاء الله الفريق الامريكي. يعني الميزه في القرعه ان انت ظبطت ان انت مش لاعب الوداد صاحب الارض طبعا، فبتبعد عن الجمهور. الهلال السعودي طبعا كان هينزل معاك هو دماغه الاربعه طبعا، فانت دماغه الاربعه ما بننساش ولا هم بينسوا بالظبط. فايه فكويس برضو ان ايه ان القرعه جنبتك ماتش كان هيبقى تقيل يعني كان هيبقى شرس طبعا. والهلال السعودي يعني فريق تقيل وصفقات وعنده لعيبه مميزه وهينزل بالفريق طبعا. السعوديه كلها هتبقى بتسخنهم على الاربعه فطالما انت بتلاعب فريق يعني طبعا فرق امريكا الشماليه فرق برضو الستايل بتاعها الفني بيبقى مختلف، اللعيبه بيبقى عندهم سرعات ولكن مدرسه مختلفه برضو يسهل او تقدر تتعامل معاها. نتمنى هتيجي بقى ماتش ريال مدريد ده بقى وقتها هنحلها الف حلال، بس مهم جدا ان احنا نكسب اول ماتشين لان تواجدك في السيمي فاينل كاس العالم الانديه وقد يحدث يعني ايمن بنسبه كبيره ان شاء الله بنسبه يعني. كبيره لان التواجد في كاس السيمي فاينل كاس العالم الانديه للمره الثالثه على التوالي ده هيبقى حاجه ما حصلتش في تاريخ افريقيا. طبعا الانجازين الوحاد لافريقيا لو بنتكلم كانجازات كبرى مازيمبي ده كان يعني وقتها طريقه مختلف، والرجاء وقتها برده كان بنتكلم انه بيلعب على ارضه
وسط جماهيره والامور كانت معاه طيبه لما وصلوا للفاينل يعني. فالنادي الاهلي فكره ان هو يبقى موجود في السيمي فاينل المره الثالثه احنا ضامنين تشجيع يعني اخواتنا وحبايبنا المغاربه لاي ماتش ما يكونش فيه الوداد يعني. طبعا لا لا فعل يعني هاشتاج كمان يا كريم يعني فاكر اللي هم عاملينه دعم للنادي الاهلي ردا على فكره وقوف مصر بما ان النادي الاهلي بيمثل مصر يعني وردا للجميل في كاس العالم. الجمهور المغربي جمهور مش محتاجه رد جميل احنا كلنا بنعمل ده من قلبنا يعني. المصريين ما كانوش بيشجعوا المغرب عشان حد يبقى اخد لقطه او حاجه بجد كنا من قلبنا نفسنا كدوله عربيه تفوز بالزبط يعني. وكان هم نفسهم يعني انت بتفرح يعني احنا دايما بنفرح للعرب ودايما بنفرح للافارقه اللي في الاخر ضمننا فاي انجاز ليهم بيبقى لينا. تعالى بقى نتكلم شويه كده في كام حاجه برضو سريعا. يلا بينا. التحكيم كان عندنا فيه بعض الكلام كتير جدا وملف لا ما انا هقول لك على امبارح. امبارح كان حكم سلوفيني يعني ما احنا هنعترض على الاداء كمان. لا لا بس امبارح كان التحكيم يعني حكم سلوفيني يعني وكان جيد جدا ما كانش فيه اعتراضات. ما ده اللي انا كنت عايز اقوله ان انت برضو فكره اللجوء دايما للحكام الاجانب في المباريات اللي بتبقى كبيره هل ده بتشوف لصالح التحكيم المصري ولا لا؟ وهل احنا ممكن نوصل لمرحله ان ما نضطرش نلجا لتحكيم اجنبي ونكتفي بنزاهه التحكيم المصري اذا تم تحديث او يعني احداث تطوير في هذا الملف؟ ده في ايد التحكيم المصري يعني في ايد الحكام المصري. احنا عمرنا ما هنشكك في زمام حكام مصري طبعا يعني دي حاجه ما نقدرش نتكلم فيها لكن مستوياتهم الفنيه فيها مشكله. بيتاثروا وارد بتصريحات بيتاثروا بالخناقات ساعات ينزلهم تنشنين يعني في اوقات كتير بنشوف الحكم المصري بيروح يحكم مباراه مثلا خارج مصر او في بطوله بيظهر بشكل جيد. لكن هم هنا في مصر هم عندهم اخطاء والاخطاء مش في مباراه الاهلي بس. طب هو ايه اللي حصل خلى ان في عوار في الملف ده في الكام سنه اللي فاتت؟ انا وجهه نظري ان يعني ما بياخدوش كورسات تعليميه يعني كبيره ما بيتثقفوش كويس او يعني كل حكم بيبقى محدش تدارك ده في السنين اللي فاتت. لا لا هم اللي احنا شايفينه ان كل الناس اللي بتمسك لجان التحكيم كل دماغهم في الرد يطلعوا في التلفزيونات يردوا على تصريح فلان تصريح علان او ينفوا اتهام لا اصل الحكم ادى لا اصل الحكم عمل لا. فالنهارده طب هل الحكام بتتعلم؟ هل النهارده فين؟ هل في محاسبه مع التعيب؟ احنا بنتكلم الاخطاء التحكيميه وورد وايد في العالم كله مقبوله لنسب 10% زي ما بتقال بس انت لما بتعلى عن كده بيبقى في ازمه. كلايتنبرج لما جه تحدث ان في ازمه حقيقيه في التحكيم في مصر بكم الشكاوى اللي راحت له قلنا ده قبل كده الاجتماعات الدوريه اللي هو بيعملها والتصريحات اللي بتطلع من خلالها يعني عن طريقه برده مش مبشره قوي ان لسه في نقله نوعيه لسه محتاجين شغل كبير جدا. فهي دي النقطه اللي شويه يمكن بتزعلنا ان احنا نفسنا كمصريين على فكره يبقى في حكام بجد نازلين بيطبقوا القانون بنسبه كبيره ما يبقاش في اخطاء غير الاخطاء المقبوله عالميا النسبه بتاعتها يبتدي الحكام بتوعنا يروحوا يشاركوا في محافل دوليه وبطولات دوليه نفسنا نشوف ده على فكره ده لصالح الكره المصريه يعني. احنا اكتر ناس هنستفيد والامان بقول يعني بعيدا عن ماتشات النادي الاهلي لا احنا في ماتشات تانية في الدوري بيحصل فيها اخطاء غريبه يعني اخطاء صعبه فهنا دي بتبقى مشكله. فانا اتمنى النهارده الحكم شفنا حكم اجنبي في مباراه بيراميدز الاهلي وبيراميدز كان الحكم نهائي كاس العالم والنهارده كذا كره فيها شك ومحدش بيعترض صحيح. امبارح في مباراه الاهلي المباراه محدش حس بيها حتى الانذارات اللي اتاخدت حتى يعني محدش حس بالماتش. فالنهارده في بعض الحكام المصريين اداروا القمه في الفتره اللي فاتت يعني ما كانش فيه كوارث بس برضو الناس طول ما الحكام بشكل عام ادائهم مش جيد جدا في المباريات حتى هيفضل عدم الثقه دي موجود طول ما فيش يعني مع كلاتنبرج اعتقد واللي برضو التسريبات اللي بتتقال والتقارير في حكام بتتعاقب يعني ما برضو مش شرط اصبح في حكام الى حد ما بتحاسب نتمنى ان الحكام دي لما بتعاقب مش معناه ان انت يعني ان انت تاخدها على نفسك ان ازاي يعني ايه حكم لا طور من نفسك شوف ايه اللي ناقصك اتعلم. فده اللي انا كلاتنبرج اعتقد هو بقاله فتره ما كانش موجود هنا بسبب كاس العالم فدلوقتي نتمنى عنده فرصه انه يشتغل على الارض. في ناس كتير على فكره وقفت عند فكره ان انا هظبط حال معوج او مايل ازاي اونلاين يعني في ناس وقفت عند الحته دي الفتره اللي فاتت. طيب قبل ما نطلع الفاصل بس عايزين يعني نتوجه طبعا بخالص تعزينا في وفاه والد الكابتن خالد العوضي طبعا يعني خالص العزاء وربنا يلهم الاسره الصبر والسلوان وان شاء الله تكون اخر الاحزان باذن الله. وطبعا ده بيان النادي الاهلي في تعزيه بقاء لله ربنا يرحمه ويصبر كابتن خالد طبعا.
طيب احنا كلامنا اكيد معاك لم ينتهي بعد، لسه عندنا تفاصيل قد كده عايزين نحكي معاك فيها، بس خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. حديثنا لسه مستمر عن انتصارات النادي الاهلي وما هو يعني متبقي من مباريات، ومتبقي كتير الصراحه على كل المستويات. اتكلمنا وفي لسه تحديات وفي لسه منافسات، احنا لسه في نص الطريق الاولاني، لسه بدري جدا. كل ده هنناقشه مع الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي اللي منورنا. بونجور مره كمان، صباح النصر مره كمان. صباح النصر. ونخش في اللي جاي بقى، ولا لسه طبعا عايز اي نقاط نغطيها في ماتش القمه قبل ما نخش على البنك الاهلي؟ لا يعني احنا زي ما قلنا احنا غطينا تقريبا كل حاجه، حتى بالزبط. تبديلات زي ما كنت بتتكلم على تبديلات، هي التبديلات شويه الناس انتقدتها اللي هو اتس تو ليت، ما انت عندك خمس تغييرات استغل. بس هي مدرسه، هي دي مدرسه كولر. بس لا هو ابتدى يعني تغيير الكهرباء، لان الكهرباء شعر تقريبا بحاجه ومع الانذار وجاب جون عمل اللي عليه، هو خرجه بدري ونزل محمد شريف. وتغيير مروان عطيه مهمة جدا، وطاهر حتى طاهر عشان يرجع للمباريات بعد غيابه لفترة. ومروان للأمانة الشوية اللي لعبهم يعني لعيب كبير، يعني هو صح. لو كمل على كده إن شاء الله هيبقى مكسب كبير جدا للنادي الأهلي والمنطقة دي في النادي الأهلي، لأن يعني فعلا النادي الأهلي محتاج حد في الحتة دي عشان الروتيشن يبقى بين اللعيبة اللي يبقوا كده أربعة هم مستويات قريبة جدا من بعض، وده اللي احنا كنا محتاجينه لو تفتكر أيام موسيماني. يعني بالزبط. موسيماني السكواد اللي كان عندنا رائع جدا، واللي بيخش يخلص بيه والثلاثية كانت بيه وغيره، لكن انت كان عندك مشكلة ان خلاص اللاعب بينهك. بالزبط. فبيجي ممكن في مباراة هو أداؤه مش أروع عشان هو تعبان. بالزبط. فانت ما عندكش البديل الأمثل ليه اللي انت بتتمناه بنفس المستوى، لكن دلوقتي كتير كان عندك إصابات وغيابات وغيره. دلوقتي كويس. سمعنا على فكره المفترض او من المتوقع ان احنا نخوض في نفس التراك ده الفتره اللي جايه، عندك نفس التلاحم المباريات طبعا. عندك فكره توالي البطولات، ويعني برضو وارد نرجع نبقى بنتكلم في نفس اللي كنا بنتكلم فيه، وكانه قدر النادي الاهلي هو طرف كل البطولات المتاحه. فعلا هو ده قدرنا، ولكن لازم يعني هو لازم نتعامل معاه، يعني ما نقدرش ناخده كمبرر، لان جمهور النادي الاهلي في الاخر يقول لك طب انا مالي، يعني انا مالي صعب. لكن مع الدعم اللي دايما يعني الجمهور ساعات هو ممكن بطريقه دعمه للعيبه ويخلي ان انت ما تحسش بالكلام ده، وحصلت كتير في تاريخ النادي الاهلي الحاجات دي. بس زي ما اقول يعني بنتكلم ماتش البنك، يعني احنا النهارده الطبيعي ان احنا نقول لسه مثلا 3 4 ايام على اول ماتش تاني ليك في النكات، بعد بكره انا عندي ماتش دوري بعد بكره، وبعديه عندي كاس عالم انديه. فلا الموضوع مرهق جدا وصعب جدا على اي مدرب. يعني النهارده لو فعلا المدرب عايز، يعني لو كولر عايز يقعد مثلا يصحح اخطاء، ما لو النهارده عمل استشفاء مثلا للعيبه، هو عنده بكره تمرينه ليله ماتش. على فكره احنا كم مره اللي التقينا مع حضرتك فيهم بعد ما كولر انضم يعني ويقود الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، بحسك دايما بتتكلم عنه بشيء من الاريحيه، يعني انت مبسوط منه، ده الانطباع اللي جاي لي. لاي درجه الكلام ده مظبوط؟ لا طبعا، لان هو راجل منضبط، راجل محترف جدا في شغله، كسب الجماهير من اول ما نزل من الطياره لو احنا فاكرين لقطه المطار كمان. طبعا لا يعني هو، وكمان هو حتى عارف انت السويسريين، المدربين السويسريين هم عندهم الحته بتاعت انا هو جاي وما يعرفنا، يعني هو ما يعرفناش، هو يعرف النادي الاهلي بس هو ما يعرفش اللعيبه. فهو بيتعامل بمنطلق انت في التمرين، يعني حتى في كذا مؤتمر يقول لك انا اللعيب في التمرين ظهر معايا كويس فلازم يلعب. واضح جدا معانا، يعني ما انا احب نوعيه المدرب والنادي الاهلي هو اللي هو فيه شفافيه لما وبيخاطر يا ايمن، بيخاطر وواثق يعني في اللعيبه، يعني انا النهارده لما بيتكلم بكل هدوء، وشوف المؤتمرات الصحفيه حتى لما النادي الاهلي يعني يكون نتيجه مش افضل حاجه بيتكلم بهدوء، ما بيغلطش، بيطلع اللي جواه، بيوصله للناس المعلومه بالشكل الامثل. فالنهارده لا هو مدرب كويس، لو كمل معانا وارد يبقى مشروع مهم جدا. النادي الاهلي في حته، هي دي حته من الحاجات اللي مفتقدها طبعا الفتره الاخيره مع التوالي والضغط، وان انت ساعات المدرب ممكن في بعض الاوقات تحس ان في يعني الامور مش معاه افضل حاجه، فكل سنه تقريبا بنغير مدرب او كل فلا احنا محتاجين برضو، لان ده بيبقى مهم جدا للمنظومه، يعني استقرار مهم الجهاز. يعني النهارده لجنه الكوره او اداره الكوره في النادي الاهلي لما تحس ان الجمهور واثق، والجمهور والاعلام بتاعه واثق في الجهاز الفني فبيدعموه بشكل اكبر، فالمدرب بيشتغل باريحيه، فده بيخلي الامور هاديه. فده اللي احنا بنتمنى، احنا محتاجين دايما منظومه النادي الاهلي تكون هاديه، فلما المدرب بتاعك يكون منضبط، يكون مركز، يكون ما بيكبرش، فاكيد ده هينعكس على اللعيبه، هينعكس على الجمهور. فحتى لو في نتيجه
مش جيده صح. الناس تتقبلها لان في الكوره احنا مش هنكسب ال 34 ماتش بتوع الدوري يعني والله الجماهير نفسها نفسها بس مش هيحصل عشان نبقى يعني اكيد في حد يعني. اهلاوي ما دلوقتي بيقول لك ما نكسبهمش ليه؟ ما نكسبهمش ليه؟ يا ريت بس صعب لازم هتقع. بس المهم زي ما فاكر لما كنا بنتكلم ماتش سموحه كنا بنتكلم واحنا قلقانين الوقعه متضايقين ليه؟ لان الماتش كانش لطيف. لكن مثلا في ماتشات تانية ممكن لا قدر الله تتعادل تخسر بس اقول لا يعني صح. ما اقدرش اهد او ما اقدرش لا يعني في حاجه بس هو للامانه ودي كلمه حق لازم تتقال جمهور النادي الاهلي من ضمن خصائصه المميزه دي جدا انه منطقي بالظبط يعني فاهم ازاي في جماهير تانية بتبقى بعيده شويه عن المنطق يعني ورؤيتها بالتالي مش ما ينفعش تبقى شايفه كده. لكن النادي الاهلي عارف امتى يعني جماهير النادي الاهلي عارفه امتى تفوت وعارفه امتى تعمل افاقه للعيبه يعني حقيقة. وكويس لما بتلاقي اللعيب حتى الامانه اللعيبه نفسها ممكن في فتره بتزعل اكيد مفيش حد لعيب لما يحس ان الجمهور زعلان منه طبعا. هيبقى مبسوط او بس ضغط عليه بالظبط. فلا ده اخر فتره كمان في تحول اللعيبه نفسها طب بنسمعكوا تمام بنعكس على ادائها بقى بشكل طبعا. افضل بقى يروحوا تحيه الجمهور دي مهمه جدا الجمهور اللقطه بتاعت قفشه والشيرت اللي حطها طبعا لازم دي مهمه جدا يعني بعيدا كمان على اللقطه النهارده واحد زي محمد هاني زي ما بنقول كده في يعني محمد هاني في تراكم عدد مباريات ليه في مركز جاي جدا فالنهارده ابني عليه انت النهارده محمد يعني خدت وقت انت بقالك كتير واحد من كباتن محمد هاني ده واحد من كباتن النادي الاهلي طبعا. فده بقاله سنين النهارده انت اللي جاي لو كمان كمل عليه ده في رصيدك انت بعد ما تبطل كوره ده يفضل أكيد. في رصيدك فحاجه كويسه نفرح الجمهور النهارده مبسوط جدا محمد هاني ومستنيين منه افضل حسين الشحات النهارده لما بيرجع في فتره كان مستواه مش افضل حاجه النهارده وجوده في الملعب بيعمل المساهمات بتاعته بشكل كويس الدفاع بتاعه كويس الهجوم بتاعه كويس ده حاجه تسعد النهارده لما الاقي اللعيب اللي بيلعب في الفرقه كويس وبيأدي بشكل كويس وبيجيب اهداف ملتزم في مركزه مستواه بيتطور الجمهور هيبقى عايز صدقني حتى لو ما كسبش المباراه هو مش هيبقى زعلان منه والجمهور احنا عايزين نشوف اللعيبه بتاعتنا بتلعب كوره حلوه بالظبط كده فدي حاجه كويسه فنتمنى ان شاء الله الاستمراريه ومباراه زي ما اقول لك مباراه البنك الاهلي هي مهمه جدا يعني ايه بقى صعوبه لو اتكلمنا على الفنيات شويه صعوبة هذه المباراة بغض النظر عن ان احنا حظنا معاها مش افضل بس صعوبة المباراة دي بتكمن في بتتكلم في الدفاع بتتكلم في مثلا تقفيل الخطوط بتتكلم في ايه برضو كفنيات هنا انا كأهلي اقلق شوية او المفروض يعني طبعا اخلي بالي مش هيلعبوا ماتش مفتوح قوي زي أكيد. الزمالك الى حد رغم ان الزمالك ما كانتش يعني فاتح خطوطه قوي انا ما شفتش اي ماتش ولا عندك شوط اول مقفول بالظبط ده احنا كنا مقفولين اصلا واحنا بنتفرج يعني بس لا هم هيبقى في تركيز اكتر في الدفاع هيحاول يلعبك دايما على المرتدات دايما برضو انت بتقلق بعد النشوه بتاعه الانتصار دي قوي اللعيبه برضو لما بتخش لان خلي بالك انت بتفقد جهد بدني وذهني كبير في ماتش زي ماتش الزمالك فعشان تعمل ريكفري في يومين وتلحق ده برضو بيبقى مش حاجه سهله ده هيبقى دور كولر شويه بقى بالظبط طبعا واللعيبه حتى اللعيبه نفسها اللي لسه يعني هنشوف خالد عبد الفتاح تاني ممكن نشوف مروان نشوف كريستو اللعيبه طاهر مثلا لسه راجع من اصابه فرصه ماتش زي ده يبتدي يرجع فيه فهنا دي المشكله طبعا ان الاهم زي ما قلنا كده التركيز ان تروح كاس عالم الانديه وانت ما فقدتش نقاط ليه؟ لان زي ما قلنا الفرق احنا بنتكلم طبعا عن المنافس بتاع التقليدي بتاع نادي الزمالك 8 بعيد شويه فتمام لكن برضو انت عندك فيوتشر 4 وفيوتشر بيلم نقط حلو قوي انا عندي سؤال يا ايمن هنا هل كولر هيعتمد على السكواد برضو الاساسي ولا ممكن بقى كماتش بنك الاهلي ابتدي ادخل شويه من الصفقات الجديده من اللعيبه بتاعتي يريح يعني اريح الاساسي هل انت شايف ان دي ممكن تبقى خطوه يعني ذكيه يعني هيعملها بنسبه يعني اعتقد هو طبعا مش كل... ممكن يكون ده الافضل شويه هي هتعتمد على الحاله برضو يعني هو بيشوف حالات اللي يعمل روتيشن باريحيه في ماتش زي ماتش الزمالك يعني ده مهم يعمل باريحيه اكتر من البنك الاهلي عشان كده يعني مثلا اكيد على المستوى الشخصي انا برضو احنا بنتكلم احنا مش عايشين معاهم يعني ما نعرفش ظروف اللعيبه التمرين لكن طبعا كلنا شايفين حاسين علي معلول محتاج يريح حمدي فتحي بعد المجهود بتاع الماتش اللي فات مع ان هو لسه كان يعني كان في رجل ورمه وفي التهاب وكده ممكن يكون محتاج يريح فنشوف مروان عطيه من الاول طاهر محمد طاهر مثلا بقاله فتره غايب وهو كان من اللعيبه الاساسيين مع كولر ممكن النهارده مثلا احمد عبد القادر بما انه بقاله فتره بياخد الماتشات كلها فيبدل ده احمد عبد القادر بطاهر مثلا ممكن نشوف شريف من البدايه لو كهربا
كان خرج مصاب مثلا يعني انا بشوف ان دي هتبقى برضه ممكن حلوة او يعني سيناريو حلو. هنلاقي اربع تغييرات مثلا متولي اكيد هيرجع مثلا في مركز المساك لانه خلاص يعني الايقاف انتهى وممكن نشوف خالد بقى في الباك اليمين وهاني يريح مثلا. هي هيبقى روتيشن ما يبدوش ان انت بتدخل لعيبه جديده يعني هي لعيبه اوريدي رجليها موجوده طبعا. في الملعب ده على صعيد النادي الاهلي يعني في المقابل بقى انت ايه الحاجات اللي ممكن تبقى بتقلقك من ماتش للاهلي مع البنك الاهلي؟ يعني ايه عناصر القوه في رايك للبنك الاهلي؟ لا البنك الاهلي فريق يعني ممكن نتائجه كاجمالا هذا السيزون مش افضل حاجه يعني اعتقد هم في منتصف الجدول او كان قبل المباراه بتاعت الاتحاد السكندري وهم كان مثلا ماتش الاتحاد السكندري 2-0 والدنيا ماشيه لحد ما الاتحاد السكندري رجع في المباراه. لكن هم يعني ناصر منسي لعيب مميز جدا لو بنتكلم في مهاجم في المرتدات في الكور العرضيه بيلعب براسه بشكل مميز. لعيب زي محمد هلال لعيب مميز جدا. كريم بامبو لما بينزل يشارك عنده المنظومه الدفاعيه بتاعته في ماتشات زي الاهلي والزمالك يعني حتى هم لو بنتكلم لعبوا الزمالك كانوا واقفين على رجليهم لحد اخر ثانيه لحد ما الزمالك كسب بكره عرضيه. فهم في الماتشات دايما كل الفرق بتيجي مع الاهلي والزمالك وتحجر ما هي يعني حتى لو الفريق انا مش بتكلم على البنك الاهلي بتكلم في المطلق طبعًا. يعني حتى لو فريق متواضع الامكانيات بس يتعامل قدام الاهلي والزمالك هم بالنسبه للعيبه ده الماتش اللي انا بتشاف فيه طبعًا. اللي الناس كلها بتتابعني فرصه بسوق نفسي فبيبقوا في كامل تركيزهم يعني ده لو هم في الماتشات الثانيه بنفس تركيزهم ده حالهم هيبقى افضل بكتير كانوا بينافسوا بالظبط يعني بس فالنهارده البنك الاهلي انت محتاج ان انت يعني زي في ماتشات كده لما بتجيب فيها جون في الاول او اتنين الدنيا بتفتح زي امبارح بالظبط. فاحنا البنك الاهلي في مباراه اعتقد كنا راجعين من مش تقريبا كنا راجعين من كايزر تشيفز لما خدنا الدوري ابطال افريقيا بس طبعا وقتها برضو كان في ظروف ان كان في ست لعيبه من النادي الاهلي في الاولمبياد وكنا كسبانين 1-0 والامور ماشيه طيبه وهاديه هم فجاه كره عرضيه جون يعني عارف انت كده فهي دي الحاجات اللي تقلقك. فلا ان شاء الله الماتش هيبقى في استاد القاهره استاد احنا بنتفائل بالاستاد ده وكولر كمان اتكلم عنه بصراحه استاد جميل هو استاد جميل يعني دلوقتي طبعا بيستهلك تلعب عليه ماتشات كتير لكن هو استاد ممتع فلا ان شاء الله الطريقه نفسها واللعيبه تخش هي اللعيبه طول ما هي هتركز عايزين نريح نفسنا بتخلص تريح نفسك هي دي يعني دي اهم حاجه تريح نفسك وريح جمهورك بالظبط اللي قاعد بيفرك في المدرجات انا بص هي اللقطه كلها انت لازم تروح كاس العالم للانديه وانت مش شايل هم اللي هيحصل في الماتشات هنا لان اللي هيحصل في الماتشات هنا انت عارف فيه انت طبيعي الاهلي هيتاجل له على الاقل اربع ماتشات. بص احنا رايحين الحمد لله بالسيناريو الافضل لينا يعني هو ده السيناريو اللي احنا كنا نتمنى من بدايه الموسم يتحقق قبل كاس العالم للانديه فكمان ان شاء الله نشوف هنا يعني واحنا في المغرب هيبقى عينينا عندنا عين هنا بنبص ايه اللي بيحصل فيوتشر عملت ايه هنا الحاجات دي فنتمنى ان النتائج هنا تساعدنا. ليه؟ لان اللي كان بيحصل السنتين اللي فاتوا ان بيجي يزنقك بعد ما ترجع وانت مكمل في افريقيا وبعد ترجع كاس العالم للانديه يبتدي يزنقك ويضغطك ويلعب بالظبط كان ناقص يلعبونا كل يوم ماتش فهترجع فالجميل ان انت لما ترجع بقى وتلعب افريقيا الزمالك برضو ما هيلعب معاك في افريقيا فهيبقى نفس الضغطه فتبقى انت فارق طول ما انت فارق انت هتبقى مريح تقدر الامور تبقى ان شاء الله أفضل الدنيا حاجة. تمشي زي ما احنا مخططين لها كده باذن الله واحنا قاعدين نورتنا يا ايمن كالعاده بجد والله قراءه جميله نشوفك على خير باذن الله بنشكرك دايما كده تبقى حلقاتنا فيها تاني يوم انتصار تاني يوم يا رب دايما يا رب دايما قاعدين منتصرين دايما يا رب ان شاء الله. طيب احنا هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى عشان ثالث واخر او ثاني فقراتنا في حلقتنا النهارده وهي فقره طبيه مسجله ان شاء الله تستمتعوا من خلالها بحوار حول موضوع يهم كتير جدا منكم.